القراءة الصباحية من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا، الفصل 17 من الآية 1 حتى 19. وقال لتلاميذه: لابد أن تقع الشكوك، ولكن الويل لمن تقع عن يده الشكوك. إنه خير له لو طوق عنقه بالرحى وطرح في البحر من أن يشكك أحد هؤلاء الصغار. احترزوا لأنفسكم، إذا أخطأ إليك أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإن أخطأ إليك 7 مرات في اليوم ورجع إليك 7 مرات في اليوم قائلا أنا تائب فاغفر له. وقال الرسل للرب: زدنا إيمانا. فقال الرب: لو كان لكم إيمان مثل حبة الخردل لكنتم تقولون لهذه التوتة انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعكم. وما منكم له عبد يحرث أو يرعى، إذا رجع من الحقل يقول له ادخل سريعا واتكئ، ألا يقول له أعدد ما أتعشى وتمنطق واخدمني حتى آكل وأشرب وبعد ذلك تأكل أنت وتشرب؟ فهل عليه أن يشكر ذلك العبد لأنه فعل ما أمر به؟ لا أظن. كذلك أنتم إذا فعلتم جميع ما أمرتكم به فقولوا إننا عبيد بطالون، إنما فعلنا ما كان يجب علينا فعله. وفيما هو منطلق إلى أورشليم اجتاز في وسط السامرة والجليل، وعند دخوله إلى أحد القرى استقبله 10 رجال برص ووقفوا عن بعيد ورفعوا أصواتهم قائلين: يا يسوع المعلم ارحمنا. فلما رآهم قال لهم: امضوا وأروا الكهنة أنفسكم. وفيما هم ماضون طهروا، وإن واحدا منهم لما رأى أنه قد برئ رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند قدميه شاكرا له، وكان سامريا. فأجاب يسوع وقال: أليس 10 قد طهروا؟ فأين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليمجد الله إلا هذا الأجنبي؟ وقال له: قم امضي، إيمانك قد خلصك. والتسبيح لله دائماً.